الإهمال في الطلب. قال الإمام الحسين عليه السلام لرجل: يا هذا، لا تجاهد في الرزق جهاد المغالب، ولا تتكل على القدر تكال مستسلم، فإن ابتغاء الرزق من السنة، والإجمال في الطلب من العفة، وليست العفة بدافعة رزقا، ولا الحرص بجالب فضلا، وإن الرزق مقسوم والأجل محتوم، واستعمال الحرص طلب المأثم.